كثير بنات بيعانوا من موضوع التقصف بالشعر او حتى القشره وكثير مشاكل الشعر. البنات دائما بنعرف قديش وخاصه اليوم المي كثير عم تاثر على هاي القصه، المي الشمس عوامل للتقصف. رح نحكي اكثر اليوم كيف ممكن احنا نعتني بشعرنا، شو هي المستحضرات اللي ممكن نستخدمها، واكيد بيسعدنا نرحب بصاحب معمل لانتاج المستحضرات للعنايه بالشعر وهو السيد بشار الملك. يسعد صباحك. صباحك يا اهلا وسهلا. يسعد صباحك ونورت صباحنا. عم نشوف هيك منتجات اليوم، هذا شغلكم خاص؟ طبعا هذا شغلنا الخاص. هلا بس على سؤالك اللي سالتيه، انه اليوم نحن مثل ما تفضلتي وحكيتي، المي هي عامل رئيسي لتقصف الشعر، كونه فيها يعني املاح، فيها شوائب، فيها كثير شغلات بتاذي الشعر. ثانيا موضوع الهواء، موضوع الشمس، موضوع العوامل اللي بتعرض لها الشعر خارجيا. لحتى اليوم بتلاقي كثير من الصبايا بيعانوا بموضوع القشره، تقصف الشعر الناشف على طول بيكون مرافقه، فهي بتضطر تستخدم زيوت، بتضطر تستخدم حمامات زيت، بتضل عم تدور على شامبو يناسب شعرها بالنهايه لتقدر هي تكمل فيه. طب كيف الصبيه اليوم قادره تميز الشامبو يلي بيميز شعرها، ان كان بلسم او كريم حمام؟ تمام. هلا اليوم الصبيه هي قادره تميز من طريقه هي استخدامها لشعرها، من طبيعه اليوم هي عرفانه حالها شعرها هو من شعر ناعم، شعر سميك، شعر خفيف، تمام. فهي اليوم الصبيه هي أدرى بهي بتستخدم هي المواد اللي هي عم تدور عليها. يعني اليوم عندنا احنا شامبويات متعدده الاستخدامات، يعني عندك شامبو للشعر الجاف، شامبو للشعر المتساقط، شامبو للشعر الدهني، شامبو للشعر القشري. يعني اليوم انت ما فيكي شعرك ما له دهني تستخدمي شامبو للشعر الدهني. تمام. فحتى موضوع السيرومات، اليوم السيرومات صارت هي شغله يوميه بتتكرر بتستخدم بموضوع الشعر، وكثرة استخدامها كمان بيخلي الشعر يصير دهني أكثر، كونه إذا طبيعة شعرك دهنية هي وأنت عم تستخدمي سيروم، فأنت بتلاقي حالك خلال النهار مرتين شعرك صار دهني أكثر. فهذا الحديث هو أنت فيك تعوضي عنه بشغلات ثانية اللي هي مثلا مثل سيرومات حليب بتكون خاصة بالشعر الدهني، لأنه السيرومات العادية فيها مواد زيتية كثير. تمام. فأنت وقت بتحطيها على شعرك وبتستخدميها، فلا شعوريا انت بتلاقي شعرك هيك صار فيه مثل تزييت، صار فيه مثل هيك طبقه دهنيه، فبتضطري بقى للحمام، بتضطري للشامبو لحتى تعملي سشوار لحتى شعرك يرجع مثل طبيعته، ناشف ويعني منظره انت تتقبليه. تمام. فموضوع المواد كثيره وواسعه كثير. فاليوم خلينا هيك يعني نحكي بمشكله، مشكله للشعر مشان هيك الناس تستفيد اكثر، ونحكي كيف نحن ممكن نعالجها او شو الزيوت الملائمه او شو الطريقه الملائمه. خلينا نبلش بمشكله تقصف الشعر، شو الحلول اليوم لهي المشكله، وحتى المواد اللي بدنا نستخدمها كيف ممكن نحن نستخدمها؟ هلا اي مشكله اليوم بتصادف الصبيه بشعرها هي مشكله ذاتيه، يعني قبل ما تروح تدور على العلاج تمام هي تدور على طبيعه التعامل بشعرها. تمام. يعني على فكره الغذاء كثير مهم للشعر، يعني احنا قبل ما نروح ندور على المواد اذا غذائنا ماله صح، عندنا مشاكل بجسمنا، غدد افرازاتها غلط، قد شو ما استخدمنا ما رح يمشي الحال. فالصبيه بدها تدور على حالها اول شيء، بدها تدور على السبب اللي عم يخليها هي يتقصف شعرها، يصير دهني، يصير يهر. يعني موضوع التساقط كثير بيعانوا منه. فاذا عالجنا السبب داخليا احنا فينا اي شيء نستخدمه يعطينا نتيجة مكملة. تمام. هلا موضوع التقصف اللي عم تحكي عليه اليوم، في مثل ما حكينا العوامل الموجودة هي مثلا المي، السشوار الزايد، الليس الزايد، المواد الزايدة اللي بتنضاف على الشعر. تمام. فهي بتصير فيها تراكمات، فالشعرة هي عبارة عن حراشف، فبتصير الحراشف هي بروتينات، فبتصير هي بتتاكل، فبصير عندي بالشعر شيء اسمه يعني تطرافه تكسرت. هي القصة إذا نحن بنتركها فهي بتمتد للجذور، وإذا امتدت للجذور بده يصير عندي شيء علاجي. تمام؟ فموضوع السيروم للتقصف، عندك موضوع حمام الزيت استخدامه بطريقة صحيحة، يعني اليوم نحن حمام الزيت في كثير أشخاص كيف استخدامه بطريقة صحيحة؟ في كثير أشخاص بيستخدموا حمام الزيت بيكون بالحمام آخر زوم مثلا، لما بيحطوا كريم بيعتبروه مثل البلسم. تمام؟ وخلص. بس هو حمام الزيت اللي احنا شو هو حمام الزيت؟ هلا كثير بصير اختلاطات بالقصة، يعني بيقول لك ساويت حمام زيت، حطيت بلسم، استخدمت كريم، اليوم كرمال نوضح الصورة أكثر، يعني شو هو حمام الزيت بالضبط؟ هلا هو حمام الزيت عبارة عن مواد
يعني الاساسي فيها هي مواد شمعيه. تمام، المواد الشمعيه هي اللي بتغلف الشعره وبتحافظ عليها، بالاضافه لزيوت محطوطه فيه، لمواد علاجيه على حسب النوع اللي 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 احنا بنعاني منه. تمام، كتقصف، كشعر زيتي. هلا اليوم استخدام حمام الزيت بيكون يعني بالاسبوع اذا بنستخدمه مرتين بطريقته الصحيحه نحن بناخذ نتيجه. قبل الحمام ساعتين ممكن نستخدمه او بساعه؟ مو بالشرط يكون قبل الحمام ساعتين، بجوز يعني تكون ست البيت قاعده بالبيت تحط على راسها تقريبا ربع ساعه ثلث ساعه. تمام، وبعدين يصير حمامه بمي ما فيني استخدم. خلينا هيك نحكي عن شغل حضرتكم اليوم، شو المعايير اللي بتتبعوها بالانتاج اللي عم تشتغلوا عليه؟ مواصفات والمعايير اكيد هي مرخصه من وزاره الصحه. طبعا هلا اليوم المعايير اللي احنا في هيئه المواصفات والمقاييس، يعني اليوم انت حاطين لك معيار تشتغلي عليه، انت ما فيكي تشتغلي دون هذا المعيار. الشق الثاني من الموضوع انت فيكي بقى تشتغلي على تحسين نوعيه المنتج يلي انت حاطه ببالك هذا الخط بدك تطالعيه، ان كان حمام زيت، ان كان شامبو، ان كان كريم، ان كان اي شيء، فانت تشتغلي على المعيار الثاني بالجوده. وقبل ما ينطرح بالسوق يعني انت عندك فتره تجريب، يعني نحن كاشخاص بنجربه. مين بجرب؟ هلا اليوم نحن عندنا حدا خاص، نحن تعاملنا اليوم بيكون مع مراكز تجميل، بيكون مع صالونات حلاقه، بيكون مع شريحه من المجتمع. تمام. بتستخدم المواد كثير. ففي مراكز تجميل اليوم كمنتجات مبدئيه هن اللي بيعطوكي انه فيكي تقدمي لهم هذا المنتج ويعطوكي فكره عنه، كونه هن يعني عندهم اراء كثيره وعندهم اشخاص كثيره بتيجي بتفوت لعندهم. فالمنتج نحن بناخذ الجوده تبعه من طريقه استخدام العالم له. طيب كهالمراكز هي اللي عم نحكي عنها. تسويقيا قصدك؟ هلا تسويقيا هو شق يعني بعيد عن موضوع الجوده، الجوده هي مختصه بالتصنيع. فبس يكون المنتج جودته عاليه حيكون تسويقه اكثر، وانا هذا قصدي. تسويقه صح. تمام. خلينا نحكي اكثر عن خطوط الانتاج بالمعمل عندكم، وجايب نماذج حضرتك كمان، خلينا هيك نستعرض سريعا هي المنتجات وطريقه استخدامها ونعطي نصائح عن كل. هلا اليوم خطوط الانتاج احنا كل حدا بيصنع عنده خط انتاج، فاليوم احنا مختصين بخط الانتاج الخاص بالشعر، يعني احنا ما ندخل بخط الانتاج عندنا بشره شغلات طبيه بحته يعني. فخط الانتاج هو عندنا خاص بالشعر، بكل شيء بخص الشعر كعلاجي تكميلي. هلا في شيء اسمه تجميلي بالشعر كمان، الرونق، اللمعة. تمام، يعني هذا الحديث. هلا التجميلي هو عباره عن بارفانات، سيرومات، شامل لهذا الحديث. هلا اليوم نحن عندنا مثلا حمام كريم، حمام كريم نحن اليوم على طول مرافق عندنا بالشامبو تبعه. تمام، لانه اليوم في عندنا مثلا فلنفترض في شعر دهني، فنحن الشامبو لازم يكون عندنا موجود هو اللي ينظف الشعر بشكل منيح، والطبقة الدهنية الموجودة عنده يقيمة، مشان يقدر الكريم بعد ما نحطه لحنا الشعرة تاخذ نتيجة منه، تمتصه صح وتشتغله صح. طبعا هذا الشامبو ما فينا نستخدمه مع اي يعني اي حدا بده هذا الشامبو تيجي تعطيه لحاله، لانه حدا يستخدمه حيقول لك شعري نشف، لانه هو التركيبة تبعه بتكون مرافقة للكريم حصرا. وفي شامبو مثلا لكل انواع الشعر، هذا فيك تستخدميه انت، نستخدمه انا يعني اليوم الشامبويات ما لح يعني حصرا استخدام نسائي، فينا نستخدمه كمان للطرف الثاني اللي هو. طيب يعني فهمنا من حضرتك انه الشامبو مرافق للكريم، نحن ما فينا نفصل اليوم الكريم عن الشامبو، رح يعطينا اثار سلبيه صح؟ بس مو كل الاصناف، يعني في اصناف محدده لهذا الحديث، اما في مثل ما قلت لك شامبو لكل انواع الشعر فيك تستخدميه، فيني استخدمه انا، اي حدا في يستخدمه، بس وقت تقولي لي انا بدي كورس علاجي مثلا شعري دهني. الشامبو وظيفته هو ينظف لك هذا الدهن ويفتح حراشف الشعر مشان يقدر الكريم يعالج لك هي القصه. تمام؟ طبعا الموضوع الدهني اسبابه كثير وواسعه. هي غدد، هي بصيلات، هي افرازات. طيب خلينا نفوت بقلب العلبه، شو التركيبات الموجوده اليوم؟ دائما بنسمع انه بعيد عن المواد الكيماويه. صح. بعد شهر ما اليوم بتلاقي نحن على فكره هذا الحديث كثير اللي احنا بنواجهنا. هلا اول شيء نحن اليوم تركيباتنا هي اسمها تركيبه كيميائيه، بس هي ما لها مضره نهائيا، يعني احنا مثل الدواء تركيبته كيميائيه بس ما له مضر. صحيح. تمام، وهو مرخص من وزاره الصحه، يعني انت اليوم المواد المضافه بهي الاصناف هي فيها كيميائيه بس هي نافعه قليلة للشعر. لا 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 لا، مو قصه نسب قليله، بس هي ما لها مضره للشعر. هي نافعة لإله. ففي مثل ما تفضلتي وحكيتي في شغلات
طبيعي بحت يعني 100%، بس هي بيكون إلى مدة صلاحية معينة، إلى طريقة تخزين معينة، طريقة منفذ مبيعاتها معين، يعني انت ما فيك تحطيها وين ما كان، ما فيك تنشريها وين ما كان. يعني اليوم في شغلات طبية مثلا بتقول لك وحدة أنا شعري كثير قشره، فهي بدها شامبو طبي حصرا يعالج لها هذا الموضوع، لأنه هو يعني فيك تقولي يعني شبه مرضي بفروة الرأس، فما فينا أن قشرة عادية استخدم لها شامبو ضد القشرة يروح. فهي المواد الطبيعية موجودة وأغلبيتها تنباع بالصيدليات، تنباع بمولات، بمراكز أنت موجهة خصيصا لتشتري من عندها هذا المنتج. طبعا المنتجات في منها يعني احنا اليوم هي ما لها حكر على حدا معين، فاليوم انت بطبيعتك هلا انت متعوده على نوع شامبو معين تمام بتحبي تستخدميه على طول لا بصراحه نحن بهذا الوقت ما عنا عم متعودين على شيء، لانه ما في شيء عم يكون بالجوده اللي نحن تعودنا عليها، ولا هيك عم يصير عندنا مشاكل كثير بالشغل اللي نحن عنا ثاني يمكن نروي هي القصه. ومثلا شامبو ما تلاقينا منه فبنضطر نغير لنوع ثاني، حتى او بينزل يعني دفعه ثانيه بتكون مختلفه بتحس غير شامبو. هلا اليوم نحن هذا الموضوع كثير نحن بنواجه فيه مشكله. هلا اليوم انت تسويقيا تمام انت عم تشتغلي صح تمام، بس اليوم حضرتك او بتروحي بتجيبي علبه كريم انيت شامبو اي منتج انت بتشتري، فانت مشكلتك بمنفذ البيع اللي رحت تشتري عنده بيقول لك ما له موجود، فهو بده يعطيكي شيء غيره، فانت مضطره تاخذيه وتستخدمي غيره. فاحنا اليوم المواد اللي احنا بننشرها وتسويقيا بالسوق تكون يعني مفروده بشكل عام، في نقاط محدده لبيعها. فيكي انت اليوم احنا فيكي تعطي وكيل، اليوم الوكيل هو مسؤول عن هذا التوزيع، والاهم تضل محافظه على الجوده نفسها تمام. فهي يعني الجوده مثل ما نزلت بالبدايه نحن تعودنا على هاي القصه، بينزل المنتج كثير واو كثير فعال، بعد فتره بتلاقي بلش تخف. بس ما شاء الله عم شوف مجموعه يعني من شغلكم لليوم تمام. فاكيد يعني حدا واثق من حاله وواثق من شغله. تسلمي يا رب، تسلمي يا رب. فمثل ما حكينا اليوم هاي المنتجات هي خط تمام انت بتشتغلي. وكمان بهمنا شغله ثانيه بتفضلت وحكيتي هي موضوع التجديد، يعني انا ما فيني ضل على اليوم منتج معين مثلا فتره كبيره صحيح، فانا اليوم لازم اكون عم جدد، لازم اكون عم جدد امبلاج، لازم اكون عم جدد مواد، لازم انا اشوف كل شيء جديد نازل بخص الشعر انا اشتغله. يعني انا مالي اخذ خط مثلا شامبو خلص نشتغل طريق شامبو كريم، فهذا الموضوع تبع التجديد وتبع خطوط الانتاج تمام صحيح طبعًا. للاسف يعني وقتنا معك خلص، حاولنا هيك نضوي قد ما بنقدر على مشاكل الشعر كيف نحن ممكن نعالجه. ان شاء الله لنا لقاءات قريبه. شكرا كثير لك. شكرا سيد بشار الملك لحضورك اليوم معنا، وان شاء الله هيك صباحك على طول جمال ومنتجات حلوه.